السلام عليكم الخوت والخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير والف خير. ركبت اليوم الصوت حيت كان شويه ديال الضجيج في الدار، داكشي علاش اليوم بغينا نصوب واحد الطاكوس. كما شفتوا راك درت البصله تشحر، وهذا راه صدر ديال الدجاج. هنا يدير البصيله ديالي كتشحر. هنا راه قلينا البطاطا وحطيناها ابار، كنت قلاتها، المهم هي اللي قلاتها وخليناها ابار، فهمتي؟ تنسالي ليها. انا البصله ديالي نخليها تشحر حتى كتذوب، تذوب مزيان، عاد غادي نزيد عليها هذيك الصدوره ديال الدجاج. هانتوما كيما غتشوفوا دابا غنزيد عليها الصدور ديال الدجاج ديالي، نخلي كتشحر مزيان. عاد رجعت معاكم. هنا غادي نزيد، غندير غير شويه ديال البزار، هانتوما غادي تشوفوا، غادي نزيد لكم، غندير شويه ديال البزار وشويه ديال الزبيب وشويه ديال الملحه، صافي. هما اللي غادي ندير عليها. هانتوما كيما غتشوفوا دابا هي حنا غادي ندير شويه ديال البزار، عاد شاد الكاميرا، وهادي كانت نتاع هي انا شويه، كنا ديما نتعشاو ونمشيو للدار. نزيد شويه ديال البزار، وخاوي شويه ديال البزار، شويه ديال الشمس ديال الشمس ديال الشمس، وشويه ديال المليح، وغادي نخليها تشحر مزيان. ما غاديش نخليه يطيب الطياب ديال باش يجي بحال محمر. هذا شويه ديال الشمس ديال الشمس، كما تشوفوا ندير شويه ديال الشمس ديال الشمس، ها هو نشتو غير شويه ما بغيش نكثر. وسكين جبيره مزيان مع الدجاج، كيبنى الدجاج، وغنخليه يتشحر شويه مزيان. وهنا غادي تشوفوا ها هو الخبز ديال الطاكوس كما شفتوا. هنا هي البطاطا فين حطيناها، هنايا فرماج ولي صوص هذاك. ما ديرش على الكيتشوب، الكيتشوب راه حيت هذه الريحانه كتبغي ديرو مع الفريت. وهاني رجعت هنايا طابليه الدجاج ديالي. انا دابا غادي ندير الطريقه باش غادي نجمع شو ريحانه والزويف. قلت لي والو غندير الزيف ونبان معاك. لا مرحبا بك، راهي كضحك. هنا شو الطريقه باش كندير، كندير شويه لاصوص، كنضيعو شويه من هنا ومن هنا بحال شكل كيما تيديروا صحابني التصناكات. غادي ندير البطاطا ديالي الفريت، انتوما كيما شفتوا الفريت، وغادي نزيد لادانت. غندير لادانت ديالي، ماشي لادان دابا، راه يا ربي صدر ديال الدجاج، الحين صدر ديال الدجاج كيجي احسن من لادان، الدجاج احسن من لادان، شي طيب دغيا وما محمرتوش بزاف. علاش؟ حيت باش ما يجيش قاصح في الطاكوس، باش ما يجيش قاصح. هو طاب مزيان ولكن ما خليتوش يتحمر باش ما يجيناش قاصح. فاش كيتحمر كيبدا يقصح شويه الدجاج. هانتوما كتشوفوا هنايا غنسى الفرماج، نسيت بانني ما درتش الفرماج. هانتوما شي كندفعو بحال هكا بهذه الطريقه هذه، عاد كنطوي، كنخشي شتو، وكندفع بيديا، عاد كنطوي باش ما يتشحلش لينا الطاكوس ديالنا. صافي، ونقلبو ونحطو، نحطو دابا في الصينيه شتو باش كيجي. انا راه نسيت الفرماج، راه تا درت شي ثلاثه ديال الطاكوسات ولا ما سبعه، عاد كنتفكر بانني نسيت الفرماج ديالي، عاد حليته معاه ثاني ورجعت بديت كندير في الفرماج، في الفرماج كاري. هانتوما دابا عاوتاني الثاني غادي نوجد معكم هاد الثاني هذا باش غادي تشوفوا الطريقه. ريحانه كتخرج بحال شي بويشه من الجن. هانتوما ها هي جات عاوتاني كضحك. انا عاوتاني ندير الطريقه هاني باش تجي مرا ساهله الطريقه ديالها، كيما تيديروا لها صحاب السناكات وصحاب الطاكوس، ساهله ما صعيباش. الانسان غير بشويه بشويه غيتعلم لها. هانتوما انا ما ديوش عليا، راه نسيت الفرماج انا مع الزبده وداكشي، درت حيت كنا بغينا باش نتعشاو دغيا ونمشيو للدار باش نباتو في الدار ديالنا، داكشي علاش. ما شنو داز من حدا الكاميرا، ما شنو حبانه هي كتجري عليها ريحانه، كتجري عليها هي الشاكت دعات فيها جرات على الدبانه. شو الطريقه هانتوما شو، كندفع بصباعي عاد كنطوي باش ما كيتحلش لينا الطاكوس ديالنا. هانتوما دابا غادي هانتوما دابا يا هما في القريه كنقريهم، هما الثلاثه الاولين راه تصوبوا ليا، وبقاو دوك الثلاثه الاخرين عاد وحدين صغار. ايوا شكرا لك محمد على هاد العشيوه هادي اللي خطيك كما شفتو، شكرا بزاف. اش بغيتي تقول لهم؟ والو غتقول لكم صحتكم عشا الرومي. المهم يلاه حنا دابا غادي نتعشاو مع مالين الدار، وغادي نمشيو ان شاء الله نباتو في دارنا.
المهم قلنا نتعشاو معاه ومع هاد المشي وهادي ريحانه دايره تزوي فيها البرد. وريهم الصلوبيت اللي كنتي كتبكي عليه، وريهم هانتوما. انا جبت ليها الصلوبيت كما شفتو. اي 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 شوفوا الزوين البنطوفه. البنطوفه يلاه شريتها على 1000 ريال زوينه. عمتي كانوا رجلاتها باردين. يلاه قلتي اي اي شوفي الزويف كي جا معاها. شوفوا اي 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 وما كي كاعية. يلا اجي اجي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وصوب لك بلاتي صوب لك. هضري مع البنات فرحان. هضري مع البنات. كديري لاباس؟ قول لهم لاباس؟ احسن شي. خليهم قول لهم هضري معاهم قول لهم كديري لاباس؟ هضري مع البنات كيجيبوا فيك. ما كيجيبوا فيك. ما كنسى مقلا. يلا خذي طاكوس ديالك. بسم الله. برافو. ما درتيش فيه الحريق؟ واحد ما فيهش الحار، هذاك الصغير ما فيهش الحار. صافي تانا ناخذ غير صغير ما قد كانت عشا. هذا بركة عليا. صافي كل واحد ياخذ دابا ديالو. هذا ما كان. وشكرا لكم، ما تنساوش اللايكات والبارطاج. البارطاج اللي اول مره غيشوف القناه يدير ابوني. هاني رجعت معكم الخوت الخواتات. كما شفتوا البارح، البارح درنا داك الطاكوس، وريتكم الطريقه كيفاش درت ليه. راه تيجي ساهل ماهل، يعني ما فيهش شي حاجه اللي صعيبه. غير ديك الطويه هي اللي كتكون كتخشي صباعك باش باش كدور، كتدخل شويه من داك الخبز كتدخلو في بعضياته باش كيتجمع لك الطاكوس ديالك. وجات عشيه خفيفه ظريفه. وكملنا كما شفتوا كملنا العشاء حنايا ديالنا وصافي. مشينا بحالاتنا للدار، بتنا في الدار دابا. بعد المره تنجيو عندهم تنتعشاو معاهم ولا شي حاجه، تمشيو للدار. وحنا ان شاء الله غادي نشاركوا معكم الروتينات ديالنا ان شاء الله في الدار باش نبداو نديروا العشاء وداك الشيء. غير راكم عارفين دابا مع ما تنزبق شويه عيانه، ونزات هي باقا مريضه شويه، داك الشيء علاش حنا كنكثروا نجيو هنايا عندهم للدار. ايوا كما قلت لكم كنتمنى من الله يعجبكم هذاك ديك الوصفه اللي وريتكم. الدجاج راه كيجي زوين، ما فيهش ما فيه لا زوين زعما كاين غير بسكينجبير وبهذا البزار ومليح. صافي راه كيجي زوين وما كيطيب ما طيبوش بزاف، غير كينشف داك الماء ديالو حيت كيطلق. لا بدا كيطلق الماء ديالو هويا مع البصله، هي تينشف الماء ديالو صافي. وكتحيدو ما تتخليوش يتحمر باش ما يجيناش قاصح في الطاكوس ديالنا. وكما قلت لكم ان شاء الله غادي نبداو نشاركوا معكم الروتينات ديالنا في الدار والخارجات. لا كنا نخرجوا شي بلاصه ولا شي حاجه، لا بدا غنشاركوا معكم. وحتى ريحانه فاش نبداو نديو فاش غد بعد المرات حيت دابا الصباح راك عام عارفين بدا نمشي فيق شويه ديال فاش نديو ريحانه للمدرسه ما تنقدرش كيفاش نصور. ولكن ان شاء الله غنبدا نصور لكم، وكاين اللي غادي نديها الصباح ولا نديها مع الجوج غنصور لكم، ولا فاش غنجيبها ان شاء الله نعاود نصور لكم. واحد الاخت قالت لي ولي تصور لنا الطبيعه بزاف ما بقاش تهضر بزاف. واخا اختي غنبدا ان شاء الله نصور لكم غير شويه شويه، بعدا نحيدوا عندنا شي حوايج وديك الساعه نبدا نخرج انايا مره بحال هكذا نصور لكم البلايص اللي بغيتو. وحتى واحد الاخت قالت لك صور لنا حوايج ديال الرجال، راه كاينين اللي ما بزاف ما تيديروهمش. هما نقدر نصور ان شاء الله. انا نحاول نزيد ندير نجتهد باش نصور لكم بزاف الحوايج. وكما قلت لكم حنايا حنا دابا راكم عارفين بحال فتره الطلاقه، يعني يلا بحال يلا بادين يعني الدار، يلا غنبداو نولفوا حتى حنايا واحد شويه وعاد نبداو نديروا الروتينات ان شاء الله ديالنا في الدار. ومن هذا المنبر هذا تنقول للناس كاع اللي تيشكرونا والناس اللي كيصيفطوا لنا اللي كيكتبوا لنا لي كومونتير زوينه وكيخليو لنا كومونتيرات زوينه وتيقولوا لنا تبارك الله عليكم. لهادي كنشكركم بزاف بزاف بزاف. والناس اللي كيخليونا اللايكات وكاع اللي لا لايكات ولا لذيذ لايكات، شكرا لكم بزاف بزاف. والناس اللي كيبارطاجيونا شكرا لكم بزاف بزاف. ومن هذا المنبر هذا كنقول لكم ما تنساوناش دائما من البارطاج ومن اللايكات ومن لي كومونتيرات الزوينه ديالكم، حيت نتوما باش حنا كاينين، يعني المتابعين هما كلشي، يعني المتابعين ديالنا ولا ديالي ولا ديال نزهه هما باش كاينه نزهه وباش كاين محمد. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى ما نكونش ثقيل على قلوبكم، ودائما تسناو الجديد ديالي وديال نزهه ان شاء الله. دائما تسناو الجديد ديالنا وما تنساوناش دائما من البارطاج ومن اللايكات. بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.